ما قلت لك يعني كنا عندنا شركة سركيس وشاهين، هذول عندهم أملاك سركيس بشار رشيد، واحد من المستأجرين باينير كان خياط هندي يخيط بس للجيش يعني عسكري. سو عبد الكريم قاسم كان واحد من العملاء ماله، لما صار زعيم ما قام يجي لنا للدكان، قام هو الخياط يروح عنده لوزارة الدفاع خطر ياخذ له يخيط له قمصان خاكي بنطلونات شورت لونج كله يعني بسوعي غادي يروح نبتين خطر يحضر له حواس. بذاك الوقت الشغل كان كلش منيح سيء بالسوق يعني هذول بيت سركيس قالوا لي كل واحد يسحق الأجار ماله سوينه دبل. شو جاء هذا استحق الخياط باينير جاء عندي قال لي أنور يعني قد جدد لي الأجار، قلت له ياس دبل، كان يدفع 1000 دينار بالشهر صارت 2000 دينار، مغازة كبيرة أكبر من هذا خاطر الله معود لا كل شو هذا منه بينه. قال لي ما تريد باسبورت؟ قلت له إيش ياس يعني أنا أريد باسبورت، أنت إيش كنت؟ قال لي أنا أروح عند الزعيم بأسبوع نبتين أنا أحصل لك يعني باسبورت، إذا أحصل لك باسبورت إيش سوي لي؟ قلت له عوض 2000 أسوي لك 1500، سوي عريضة صحته على الصانع مالنا كاظم، نزل جيب لي طابع 40 فلس، سويته سيادة الزعيم عبد الكريم قاسم أرجو السماح لي وزوجتي بالسفر إلى أوروبا، والله ومضيتون الطابع أخذه. جاء ثاني يوم بخط عبد الكريم قاسم يسمح للسيد أنور شاهين وزوجته بالسفر إلى جميع أنحاء العالم، من أوروبا جميع أنحاء العالم. خلص سويت له الأجار مثل ما قلت له 1500 دينار، رحت للباسبورت طلع أخذ باسبورت. هذا مسيحي كان يقبض، قال لي اسمه عائلة ماله إسرائيلي والله إسرائيلي، قال لي إسرائيل اسمه، قال لي من يقول هاي كتبة الزعيم؟ قلت له يا معود، قال لي تجيب لي صندوق ويسكي، بقى احنا نبيع ويسكي استيراد كوين آن احنا الوكلاء. جبت له صندوق ويسكي، استبدق السياني يريد يحدد ياني بس انجلترا وما فيش، قلت له ما يقول جميعا هالعالم، من يوقف؟ كان الله يرحمه نعيم مصري، نعيم مصري كان بالاوفيس مال الباسبورت، صديق المدير الباسبورت الكبير. قال لي هذا ايش قيد منك؟ قلت له هاي الحكايه. قال لي جيب تدخل على المدير، قال له صاح علينا وقال له مثل ما كاتب الزعيم تدعيم، والله تعاني باسبورت. وسافرنا بقرة ابنها نعيم ومرسيل همين وكارميلا، البنات ظلوا ببغداد، ليديا وفيفي وجاكي، جاء مرسيل لا لولادهم كانوا، يمكن رحنا لبيروت احنا اسبوع، هم يظلوا اسبوعين مع 30، وانا من بيروت انا وإيفلين جينا اليوروب، جينا بالطيارة بين بيروت قطوح الجنيف يعني توقف باسطنبول، الطيارة كلها بها 6-7 نفرات، رحمت قاعدتنا أنا وإيفلين هون، خلفنا another couple مغو ودجال، هنحكي عربي أنا وإيفلين، طريقنا قيروح قينزل قبل ما ينزل إسطنبول. شو هذا؟ قال لي سيد أنت بتتكلم عربي؟ قلت له إيه. أنت منين؟ قلت له من بغداد. أنت حضرتك منين؟ قال لي أنا فلسطيني، خرب دين اليهود، خرب دين اليهود، طردونا من بقانا. قال لي وين رايح؟ قلت له رايحين لجنيف. قال لي انزل باسطنبول بلد حلو جميل. قلت له ما عندي لا باسبورت ولا الفيزا، يعني فيزا ما عندي والباس مالي ما يقاس. والله بهذيك الاثناء طلع الطيار قيسلم علينا ما 6 نفرات قيسولف وياهم. قال له حضرة الطيار الاخ يعني قيعجبه ينزل باسطنبول، تقدر ترتب له؟ قال له ايه هسه خابر للشركة مالنا تبدل له التيكت مال باسطنبول. قلت له زين فيزا؟ قال لي ما يريد لك فيزا، انت من العراق ما يريد لك فيزا. والله نزلنا باسطنبول
ظلينا 10 أيام باسطنبول. قد دو خالو عمو خالو النعيم يعني خالة ليفلين مغاتي من نحيم قرعين كان ونيكي باسطنبول. قد فتا بقى أشتا عرفت قد تذكر ليفلين أكو واحد اسمه دكتور تشيبرود يهودي صديقه لمنحيم مختار تنسائل زين احنا نزلنا بالاوتيل يابا سيلنا له بالاوتيل اكو دكتور تشيبرود قال ايه هذا مشهور بدون تروحون اركبوا التراموي اركبوا هون بهذا التراموي ونزلوا بفلان منطقة والله مثل ما قال ركبنا التراموي باسطنبول في طريقنا الى دكتور تشيبرود هم قلنا نحكي بالعربي انا وايفلين ما خلفنا قال بدالك انت منين من بغداد تلاقيه من بغداد انت مني قالت لي انا مغت اصلان من بيت اصلان ما عرف شكون ايه اشلون كم وين منين جيت ما عرف شكون وين قد تروحون الساعة قلنا له قالوا دكتور تشيبرود وين هذا قالت لي ايه هذا مشهور ما هالمنطقة انا ساقلكم وين يوقف التراموي تنزلون نزلنا قالت مشو باي تدغبونا ستعنون دكتور تشيبرود والله تمام دكتور تشيبرود صعدنا دقينا الجرس جاء صانع قال ايش قد تريدون نشوف الدكتور تشيبرود انت مني قال ما يعرفنا قلت له خطار احنا جايين والله جاء الرجال دكتور تشيبرود للباب اشون شخصيه حلوه قصير حلو قال من يا حضرتك اسمك قلت له انور شاهين قال ها انت اخونه الناجي شاهين قلت له ايه قال لي ما انا صهري عراقي ياخذ بنته اخوه جوليت موشي يوسف اسمه قال تفضلوا قعدوا جبنا القهوه والقلاص الماي ما في قال اشعدكم قولوا قلنا له خاله ليفلين قالت له خالي صديقك وين نزل دغد قال ضحك قال له هذا ما صديقي لني ابن اخوي هم دكتور تشيبرود هذا صديق ابن اخوي هسه ابعثوا الصانع وياكم يوديكم دكتور تشيبرود الاخ والله ودانا طلع صديقه لمنحيم خبروا لمنحيم جاء منحيم قضينا وياهم اسبوع بقى هذا الدكتور ما مزوج والله صدق ايش ودانا معمل مال جلود اشتغلت ستره ايفلين انا اشتغلت ستره ما اعرف شكون بقى رحنا جنيف خبرتهم لاخواني هوني ناجي والبير سيكين بمونتريول خبرتهم قد أسلم عليهم يلا يلا وين من بغداد ما أقدر قالوا إذا ما تجي المونتريول لك من عين بوتشك بعد ولا نحدث وياك يا با أنا جيت ويا مغاتي وما قيس استكت قال له أتكت إيش تروح حسل أي طيارة TWA whatever KLM وتحجز تجي وكانت أيام رشانة وكبور تقضي الرشانة والكبور ويانا وترجع لبغداد والله مثل ما قال رحت الشركة مليتة أنا التكت مالي إير فرانس بدلياني يعني قصيته من التكت كيل هذا TWA وركبنا طيارتنا وجينا المونتريول سوينا الرشانة والكبورون وعندي أخلخ الله يرحمه يوسف سيكن بنيويورك كم رحنا لين أسبوع ورجعنا لندن ومن لندن قلنا نجي لبغداد نزلنا وصلنا لندن نزلنا هذا كامبرلاند لا ما كامبرلاند هوتيل هسه الموجود كامبرلاند هوتيل إيه ما أعرف كان دينار باون بالليل والله ما بعرف إحنا نيامي تعابي دق التليفون بالهوتيل ماني قاعد أحكي داود قاعين أخوه المرسيل مغت نعيم قال لي قلت له مين تعرف احنا هون ومين تعرف بقى هذا طير عن بغداد ما يقدر يرجع كيف راح لإسرائيل وطاعوا خبر علينا وبعد ما قال لي خبرت المونتريول عليك وقال لي اخوك ناجي الليل يسافروا واكواهم ينزلون بكامبرلاند هوتيل وخبرت الكامبرلاند هوتيل طلع وصلتك ايش قطريد قال اريد ما ترجع على بغداد تنزل بجنيف نوبلاخ ونتلاقى على شغل عندي شغل وياك يا بزين. والله رجعنا الجنيف رحنا اللوزان عنده نحيم مجاوي انا كان بجنيف بذاك الوقت قال لي انا
بقى عنده أوفيس ببغداد and هو الوكيل مال ألكان ألمنيوم وعنده بعد وكالات مال قماش من جابان ما أعرف إيش وأنا ما راح أرجع بعد بغداد أنا الوكالات كلها قد أحولها الشركة سركيس وأنت إيش تطعيني بالسنة منا من القمصان قلت له أوكي أتراجع ويعني جيل ويجيل سركيس إذا يقبل هذا هم كان بجنيف رحت جنيف قلت له بلوزان كان سيسكن قال لي أوكي إيش قال نخسر ويعطيك وكالات منيحة وهي ألكان يعني شركة كبيرة شو جيت البغداد في يومين رحت زغطونه للكاتب مالو قاعد بالأوفيس قاعد يشتغل قلت له هاي الحكي وهاي الحكي هاي كل الشركة راح تصير مالنا قال لي شكون مش يعني ما أعرف داود دخل على إسرائيل وبعد ما يقدر يرجع هاي كلها مالي إذا تدخل بعد الهون أكسر رجلك والله بعد أنا عشان يخبطوا والشركة ما قال لي جيلك السعود ما عندك شو هاي يعني قد أقول لك التاريخ شون خليفة هاي 1960 أنا من طلعته يعني ويا مغاتي وجيت لأمريكا هوني بمونتريول معزومين كنا عند هارون قطان الله يرحمه وكانت من جملة الموجودين توفت مغات ماكسيسي قال اختل روز أبوها كان أبو سينما ببغداد ايه قد قل له إيفلين أنت مأش ونجيت يعني من يحصل كم فيزا بقى قالت لفلان محامي مشهور اسمه كريستور هذا محامي and he is member of parliament بالمجلس خبرونه غدا وحلقونه والله قلت له الناجي أخوي الله يرحمه خبره قال له إيه تفضلوا تعالوا رحنا لينه هذا كريستور قال حكينا له قال نريد نجي على كندا وهاي قال أنا أخذ منكم $1,000 250 لقدام و750 إذا نجحتوا otherwise ما أخذ يعني بعد أنا وزير الهجرة من كندا صديقي وهسه توا مسوي له فيفر يعني أنا بلكي يرجع لي الفيفر بالقبول مالكم والله سوانا الابليكيشن والتفصيلات والباسبورت وكلها قال رجعوا لبغداد والله كريم after a few months ناجي أخوي خبرنا قال يا باح فيزا جتكم راح تجي بقى احنا ما عندنا سفارة كندية ببغداد الكندا تمثل السفارة الإنجليزية وهذا كريستور ونيكي هذا لابيل لا هذا مو أوزنيان اسمه القنيان كان هو كان ياخذ فلوس انا يا ما دي يفعلوا فلوس يعني يجي عندنا بالاوفيس مصديق الجيل شركي نصراني مثله وانا اليهودي عفون هذا يجي عندي هذا مثل الشعب لندن شلوم ايش شلوم نثان انا حصلت على الفيزا ولاده نيك قال انا ما قال لي اخاف هذا يتشلب ما يطلع بعد قال لي انا اسوي بلندن أنا أروح عينم لولادي بس وأرجع لإسرائيل جاء لندن وبلش اشتغل شارك وإلياس دنقور وما أعرفين اشتغلوا كلش خش ولا هذا شنو إذا تشوفوا سلمي علينو سو جتنا الفيزا قلت لهم بيسركيس أنا قاعد أترك قالوا لي أشلون يا معوض بعد فت سنتين ثلاثة إيش تريد فلوس إيش تريد حصي بالشركة لا قاعد أطلع أنا الوضع مليح وإخواني قيدوني وأخذت فيزا قالوا لي زين ذوق لنا واحد عوضك لي والله نعيم شميع ابن عمتي يصير هذا بلندن ابنه اسمه سامي تعرفهم اسمه إيه؟ أبو سامي هذا أبو سامي هو يعني. هذا كان يشتغل بيت اللاوي شركة لاوي بالسيارة محاسب قال لي أنا حاضر ضجت من الشغل دريت أسير بالسوق يعني والله عرمت يا الشغل وهاي قاعد مكاني بقى أنا عندي سيارة أوبل توا مشغية جديدة بالكذا ابن عمتي الأخ فؤاد عكا
يسكن بإسرائيل الساعة اشتراها مني يدفع لي 1000 دينار ما يستلمها إلا بالمطار، يوصلني للمطار أنا ومغاتي ولادي ويأخذ السيارة. البيت كله هو فرشته وزويلي ماروجا حج أحمد الصابر الصباغ، هذا دلال كان يبيع يعني يبيع أغراضات، جاء للبيت قدره كله ب600 دينار، دفع إياي لقدام يستلم خليف ما أترك البيت. شفيقة أخت ليفلين عند المفتاح تسلم إياه له، شو كلها ترتبت. وطلعنا بالطيارة، الله وفقنا ومشينا، جينا هم جنيف شوية وجينا لندن شوية. من لندن اقترحوا علي جماعة ليش تروح بالطيارة، ليش ما تروح بالمركب تتونس from Southampton south of England يوصلك لمونتريال. والله خوش فكرة، زين ما أنا عندي تيكت من الطيارة، قالوا لي هم يأخذونه كونترد لاين. رحتوا عندهم أخذوا التيكت من الطيارة وطعاني 2 rooms first class عوض ال واحدة الإيفلين وأنا، واحدة الأولاد جاكي وجلدة. جاكي أموت يعني عمو نعيم ويا لا 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 نعيم موجود، جاء فيزيت المونتريال وظل ظل لما جينا احنا. بقى هذا حرك المركب متونسين، ها اشتريت اغراض كثير، قالوا اشتري حرامات صوف، اشتري ما اعرف شكون، قطعوا الولاي بيغدي كلها حملناها ويانا. زين جاكي ابني ساعة عمره 5 سنين، احنا بالاوشن بالمركب. رحت على الريسبشنست بعد ابني، قلت له هذا الميلاد مال ابني غدا، كان وي هاف اوردر ا كيك اور سمثينج. بقى كل يوم ياخذوهم نرسري بالمركب الاولاد هذول الصغار كلهم. قالت لي وذ بليجر، اخذت الاسم كيكاي هالكبرى جابوا ويانا بال، وجاء الكابتن هابي بيرثداي جاكي وهوسه وتونسنا. قلت له اسقط بيل، قالت لي جاء نط الكابتن، قال لي نو اتس اون اس. زين انا بجيبي بس 20 باوند فضل كاش، الفلوس غير راحت حولتوها لكندا، وش سوي بالفلوس بعد؟ كل لي حفله بقى فرش كلاس، كل لي الصباح الدانس والليل. ايفلين مشت بالمركب عانت راديو حلو بالجمخانه ب 18 باوند. يابا انا عندي بس 20 باوند. ما يغد لنا تاكسي شينونيك ما احد اعتاد سين. قالت هسه الله كريم تشتغل، والله كان تشتغل. ظل بجيبي باوني ليلي منا خنقص. قالوا اليوم اكو برايز جوائز، اشكون هي الجوائز؟ انت تقص ويا وحدي من القاعدين ممغاتك with balloon between your head forehead and her forehead. قلت لهم بالون هي اللي يقاوم يظل اخر كابل ما يوقع البالون، كل واحد يقبض 30 باوند. والله استنقيت وعندي مكادين وحص صاحبك صار اخر واحد بطل الله بعت 30 باوند. والله الحقنا الله كبر. ماري حلوه هاي القصه وياها؟ ما مبالي. كان شبان. فكوا الجائزه كان. زين يابا هسه اذا خلصنا ايش يعجبني؟ اريدكم الاثنين تفكرون فد رساله لاولادكم لحفائدكم والباقي الذي راح يسمعوها لاي. اكيد. طب انا اي اسك جود، اسال الله سبحانه وتعالى يخلي السلام بالعالم كله، لان احنا واولادنا واحفادنا لازم نعيش بسلام وما نكون خائفين ابدا. انا عندي ولدين وبنت واحده، عندي ولدين وبنت واحده، وعندي 8 احفاد كلهم صحيين والحمد لله، ووضعهم كلش مليح، واحد دكتور والثاني محامي، وبنتي عندها وظيفة كلش حلوة في أكبر شركة من الأدوية. أنا كلش سعيد، أنا وزوجتي عندنا هيك العائلة،
ومحوطين بنعيم قرعين وإخواني وجماعتنا ونطلب السلام أن يكون بالعالم وبإسرائيل مخصوص حتى تعيش بسلام مع جيرانها اللي هم دائما عدوا لها. هذا طلبي من الله، وكل يوم أفتح باب الدار وأضع يدي على المزوزة وأقول لرب العالمين نحمدك ونشكرك يا رب العالمين على صحتنا وعافيتنا والسلام بالعالم.